طيب انا معايا في هذه اللحظات على التليفون الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي والمتحدث الرسمي. استاذ شريف تحياتي ليك وكل سنه وحضرتك طيب، وما هو الجديد لديك داخل النادي الاهلي؟ بالتاكيد النهارده كانت احداث رياضيه كثيره جدا، اعلان التعاقد وتوقيع التعاقد بشكل رسمي في صوره احترافيه كبيره جدا من باتريس كارتيرون مع النادي الاهلي في وجود لجنه الكره، ثم جلسه التعارف مع الجهاز الفني ومع اللاعبين في ملعب مختار التتش بالجزيره. تاخير محمد، تحياتي ليك ولجمهور النادي الاهلي ولمشاهدي القناه. الحقيقه انا اولا عايز اؤكد على نقطتين، النقطه الاولى احيي واشكر قناه النادي الاهلي وهي على العهد دائما باطلالتها الجديده التي لم تكتمل بعد، لكن انتم عايشيننا ومعيشين جمهور النادي الاهلي الاجواء وكل ما يدور داخل النادي الاهلي منذ لحظه وصول كارتيرون والحقيقه لجنه الكره ثم ليندمان. الجمهور سعيد جدا باللي بيشوفه على القناه، وده جهد محمود ومشكور لكل اسره قناه النادي الاهلي. رقم اثنين، انه النهارده يوم بيؤكد من جديد انه النادي الاهلي مدرسه في الاداره، واذا يعني وعد مجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب فانه يفي، كان في عمل دؤوب ووعدنا الناس انه قبل عيد الفطر سيتم الاعلان عن المدير الفني. وبالفعل لجنه الكوره كثفت من جهودها ووضعت خيارات عده زي ما اتكلمنا قبل كده محمد، وتلاقت الحقيقه اراده كارتيرون مع اراده النادي الاهلي ووصل الى مصر، تم التوقيع مع المدير التنفيذي للنادي الاهلي الكابتن محمد مرجان لمده عام قابل ان شاء الله للتجديد. ايضا وقع مايكل ليندمان كمدرب احمال، هذا الرجل العاشق لمصر وللنادي الاهلي، كما كارتيرون عاشق ايضا للنادي الاهلي على الرغم من انه اول مره يزوره، وسعيد جدا واشاد في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الاهلي بمنظومه النادي الاهلي، واكد انه لا يقل ابدا عن ريال مدريد وبرشلونه. الحقيقه انه هناك حاله من الاريحيه داخل لجنه الكوره، داخل مجلس الاداره، جمهور الاهلي ردود افعاله طيبه للغايه، سعداء الجهاز الفني بقياده المحترم ابن النادي الاهلي الكابتن محمد يوسف مدرب عام النادي، وايضا سامي قمصان مدرب الفريق وكل اعضاء الجهاز، المهندس سمير عدلي المدير الاداري اللي بيقوم بدور كبير جدا وبيبذل جهد الحقيقه خرافي خاصه في مجال العمل اللوجيستي. هو ده النادي الاهلي يا محمد، ودي منظومته، وان شاء الله احنا بننظر للامام لانه ملتفتا لا يصل، الاهلي عمره ما بيقف ابدا امام اي عقبات، وبنتمنى ان شاء الله ان الجهاز الفني يحقق كل طموح جمهور الاهلي العريض، خصوصا انه الروح اكثر من رائعه، مجلس الاداره وفر كل الامكانيات الحقيقه للجهاز الفني وللاعبين. الفرقه الان مكتمله، فتره الاداء ان شاء الله ستبدا قريبا لنخوض مباراه دوري ابطال افريقيا في 17/7 بشكل وبروح مختلفه ان شاء الله، ويعود الاهلي الى تحقيق الانتصارات وحقق هدفه الاهم في هذا العام هو الفوز بدوري ابطال افريقيا بيه. طيب استاذ شريف، اكيد خلال الايام السابقه والساعات الماضيه عندما اعلنت لجنه الكوره عن المعايير والامور التي يتطلبها او التي تطلبها اداره النادي الاهلي فالمدير الفني القادم للنادي الاهلي، من خلال هذه الاختيارات شفنا النهارده النادي الاهلي بيفكر ازاي في المرحله القادمه، سواء في باتريس كارتيرو او مايكل ليندمان او حتى الجهاز المعاول ليه، في اختصار عنصر الوقت وان تجد مدرب لديه الطموح والقدرات انه عايز ينجح مع النادي الاهلي وانه يكون قادر على النجاح مع النادي الاهلي، ليس في المدرب السوسيفي الكبير او السيره الذاتيه الكبيره او المبلغ الكبير الذي سيتقاضاه خلال الفتره القادمه. لا انت بتتكلم عن كارتيرون، كارتيرون عنده سيره ذاتيه محترمه رغم ان عمره التدريبي 10 سنوات، الا انه الحقيقه عنده سيره تدريبيه محترمه، سيره ذاتيه محترمه محمد. يكفي انه فاز مع مالي بالمركز الثالث في بطوله افريقيا، فاز مع مازيمبي بدوري ابطال افريقيا وبثالث العالم في بطوله العالم الانديه، عنده تجربه مهمه مع المنتخب المالي العرب او في المنطقه العربيه. فالحقيقه بالاضافه انه لما اشتغل في مصر مع نادي وادي دجله صعد بين المركز ال 15 الى المركز الخامس، تطور جدا من ادائهم وكان قاب قوسين او ادنى الحقيقه من المربع الذهبي، واكتشف عدد كبير من اللاعبين وطور من ادائهم، وبالتالي وجوده في مصر خلق نوع من الدراسه الجيده للمناخ العام في مصر وقيمه النادي الاهلي ومكانته الحقيقه وشعبيته الطاغيه التي لا مثيل لها على مستوى العالم. فالراجل كان عنده هدف وحلم،
هو انه درب النادي الاهلي. لما جات له الفرصه الحقيقه تنازل عن كل شيء في الولايات المتحده الامريكيه وكان بيدرب نادي فينيكس هناك، ويعني تقف بكثير من الاعجاب والدهشه امام بيان لنادي فينيكس لما يقولوا انه كارتيرون رحل لتدريب احد اكبر انديه العالم، فده يعكس قيمته ومكانه النادي الاهلي ويعكس حرص كارتيرون ايضا. بنشكره الحقيقه وبنقول له مرحبا في القاهره، جمهور الاهلي سعيد بيه ونتمنى ان هو يحقق امالهم وطموحاتهم. مدرب شاب عنده 48 سنه طموحه جارف لكنه ايضا موضوعي جدا، ان شاء الله يعني يضيف للنادي الاهلي زي ما النادي الاهلي بالتاكيد سيضيف له ويضيف الى سيرته الذاتيه، هو مقدر ده تماما. وان شاء الله يعني انا واثق انه الجمهور سيكون سعيد باداء النادي الاهلي في المستقبل القريب مع الجهاز الفني الجديد اللي معظمه من ابناء النادي، بتتكلم عن محمد يوسف عن سامي قبطان، قريبا سيكون هناك مدرب حراس مرمى، باقي الجهاز المهندس الرعدي، بالاضافه الى كارتيرون وليندمان. يعني انا بكلمك الان من غرفه المدير التنفيذي للنادي الكابتن محمد مرجان، موجود ليندمان، تشوف خفه الدم وحب الناس ليه هنا في النادي سواء الاعضاء او الجمهور او العاملين الفتره اللي قضاها مع مارتن يول، في تواصل انساني وعاطفي اكثر من رائع. الناس عارفه قوي قيمه النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي لجنه الكره كانت حاطه معايير واضحه ماشيه في خطه مدروسه، الامر ابدا لم يكن فيه زي ما البعض كان بيتحدث. هذه المعايير هي اللي كنت اقصدها استاذ شريف بالفعل. في خطه محطوطه من قبل كابتن محمود الخطيب واعضاء الكره بالفعل في اي وفي بي وفي سي، وبالتالي ربنا يوفقهم في النهايه في هذا الاختيار اللي ازعم انه اختيار موفق ان شاء الله. انطباعات وما لمسته استاذ شريف مع كارتيرون ومع مايكل ليندمان وانت حضرتك متواجد معاهم داخل النادي الاهلي في هذه اللحظات، ايه اللي لمسته من كلامهم او حتى الصوره اللي شايفينها داخل النادي الاهلي، البطولات، الكؤوس، حتى الماكيت فرع التجمع الخامس لما دخل ملعب مختار التيتش وشاف النظام والتنظيم داخل النادي الاهلي، ما لمسته وتابعته كاحد الحقيقه؟ محمد عشان اكون امين معاك، انا يعني حضرت الى النادي متاخرا، كان عندي واجب عزاء، ما حضرتش الجانب الخاص بكارتيرون، لكن ما نقل الي من الزملاء الموجودين انه الراجل الحقيقه في قمه السعاده بحضوره وبتواجده في النادي الاهلي. ليندمان اللي اتيح لينا كده الحديث يعني في مكتب المدير التنفيذي حديث قصير، لا تتخيل مدى سعادته بعودته مره اخرى الى النادي الاهلي. هو سعيد جدا بالاجواء في مصر، سعيد بالعمل مره اخرى في النادي الاهلي، مؤمن قوي باهميه العلاقات الانسانيه، اسم الاهلي الكبير، الفريق زي ما انت قلت هو شايف ان مفيش حاجه اتغيرت في النادي الاهلي، الجمهور سعيد جدا جدا بالنادي الاهلي ومجلس ادارته اللي قدر الحقيقه ينهي هذا الملف اللي البعض كان بيعتبره شائك او ربما ظروف كاس العالم وانشغال المدربين وانتظارهم الى ما بعد كاس العالم للتعاقد. انت جبت مدرب محترم جدا، جبت مع مدرب احمد، عندك ابناء النادي، ف واختصرنا عنصر الوقت للجماهير، وبالتالي احنا ان شاء الله متوسمين في مستقبل افضل دي. بالفعل استاذ شريف، واختصرنا عنصر الوقت في هذه الاختيارات كمان. بالتاكيد بالتاكيد، اولا انت تندهش انه فكر العلمي والمنهجي اللي بتشتغل بيه لجنه الكوره ومجلس الاداره في المعايير الموضوعه للجهاز الفني ولا حتى للاعبين اللي بينضموا، لما تجد هذا الفكر بيتماس او بيتطابق حتى مع رغبه جمهور النادي الاهلي فشيء يدهشك وتقف قدامه، وقد ايه يعكس وعي جمهور الاهلي، يعكس اولا احترافيه اداره النادي الاهلي ووعي جمهور الاهلي. لما تتلاقى حقيقه الرغبتين النادي الاهلي ومجلس اداره والمعايير اللي وضعها للمدرب، وانت عارف المعايير دي موضوع من زمان يا محمد، وقلنا انت قدام مدرستين، اما مدرسه بارقام كبيره جدا واسماء كبيره، او مدرسه يكون شاب ويكون طموح وما يكونش استراتيجيه عاليه جدا ويكون مقدر قيمه النادي الاهلي ويستطيع العمل تحت ضغط وما الى ذلك. ده اللي تحققه مجلس الاداره ولجنه الكره كانت حاطه هذه المعايير. كمان قدرت تجيب مدرب كويس. الحقيقه ده تلاقى ايضا مع رغبه الجمهور، يعني لك ان تتصور ان الجمهور بقاله اسبوع يعني حتى بيدخلوا معانا في حوارات، طب عايزين مايكل ليندمان، وكانهم الحقيقه عارفين لجنه الكره بتفكر ازاي او هم شايفين الامور بتسير ازاي، على الرغم من انه ما يدور في لجنه الكره، انا بؤكد ليك يا محمد مفيش مخلوق يعلم ما يدور في غرف المغلقه في النادي الاهلي. لا خلاص انتهت مرحله التسريبات، ما خلاص لا يعلم، اي شخص يجتهد وبيتكلم فهو الحقيقه من محض خيال واسع.
في متحدث في لجنه الكوره كان بيخرج يتكلم، الكابتن محمد فضل او الكابتن خطيب شخصيا او حد من اعضاء اللجنه، اذا اوكل ليا الحديث في امور استراتيجيه لا تتعلق بكره القدم مجلس الاداره بيطلب من الكابتن خطيب اني ممكن اتكلم فيها. في منظومه شديده الرقي والانضباط في النادي الاهلي، كل واحد بيعرف دوره، وهو ده النادي الاهلي وهي دي مدرسه النادي الاهلي التعريقه اللي هتبقى على العهد دي. استاذ شريف فؤاد المستشار الاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك.